الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنبدأ مع بعض إن شاء الله، نحل محافظات كده كما رجع. طبعا عندي أول محافظة، محافظة القاهرة، هنبدأ بها القراءة المتحررة، ما لهاش أي لازمة مؤقتا لحد ما نشوف شكل الامتحان. نبدأ بالموضوع، نبدأ عندي. من قصة طموح جارية، علل لما يأتي. الصالح إسماعيل يفرج عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام. لماذا افرج؟ علل. هي لماذا، اللي هي بما تفسر في السوشيال او في الدراسات. الصالح اسماعيل يفرج عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام طبعا خوفا من انصاره. لماذا؟ خوفا من انصاره، لان اسماعيل اعتقل العز بن عبد السلام، لان العز بن عبد السلام معروف انه اعلن على المنبر الجامع الاموي ان الحاكم الذي سمح للفرنج بنزول البلاد وشراء السلاح يقصد اسماعيل، كافر خارج عن المله ناشز عن الجماعه، بمعنى كافر، لذلك اعتقل اسماعيل. إلا أن أتباع إسماعيل ومحبي إسماعيل قالوا، أتباع وأنصاره قالوا له إن اعتقال العز بن عبد السلام هذا الأمر سيجلب علينا أو سيجعل أهل دمشق سيصورون على إسماعيل وأتباعه، لذلك خاف من أتباعه وأفرج عن العز بن عبد السلام، لكن أفرج عنه مطرودا إلى مصر، لن يبقى في دمشق، مطرودا إلى مصر، يعني بعيدا عن أهله وأنصاره في مصر. طيب السؤال الثاني أنا عندي، ما مضمون الرسالة التي جاء بها تاجر صقلية إلى نجم الدين؟ العلاقة اللي بين حاكم صقلية وبين نجم الدين معروف إن هي علاقة محبة ومودة واحترام عهود ومواثيق. طيب بما جاء تاجر صقلية إلى نجم الدين؟ جاء إليه برسالة، رسالة مضمونها أن هناك حملة بقيادة لويس التاسع واثنين من أبناء عمومته وزوجته جاءوا إلى مصر. هذه الحملة كانت بدايتها في الأصل كانت بيت المقدس، الحملة كانت متوجهة في الأول أو في الأصل البيت المقدس، لكن جعلت وجهتها لمصر والأسباب وهنذكرها بعد كده. طيب عندي السؤال الثاني، وما أثرها على نجم الدين؟ كان عندي، يبقى مضمون الرسالة حملة بقيادة لويس وابناء من واثنين من أبناء عمومته على مصر بعد أن كان توجه الحملة إلى بيت المقدس. أثرها إيه على نجم الدين؟ أثر الحملة على نجم الدين جعلت نجم الدين يغضب ويتململ في الفراش، مما جعل شجرة الدر تخشى وتخاف عليه، لكن نجم الدين طمأنها بأنه سيذهب إلى المنصورة محمولا على محفة، وقلنا محفة يعني سرير ناعم لا يحس فيه بالمشقة. إلى أين سيذهب نجم الدين؟ إلى المنصورة. نجم الدين اختار المنصورة، ليه نجم الدين اختار المنصورة؟ حتى يكون قريبا من دمياط. طيب أنا عندي، نجم الدين هيقود المعركة؟ طبعا عاجز إن هو يقود المعركة، لأن نجم الدين مقطوع القدم، بترت قدمه للمرض الشديد الذي أصيب. سيكون في المنصورة، في قصر المنصورة، حتى يكون قريبا من دمياط، لأن اتجاه الحملة حددت، حملة لويس حددت إن هي ستأتي إلى مصر وخصوصا دمياط، لذلك توجه نجم الدين إلى المنصورة حتى يكون قريبا من دمياط ومن خلالها يدير المعركة أو يوجه قيادته للمعركة. ده بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث جيم، وضح دور المقاهي والمجتمعات الشعبية في تهيئة القلوب لصد الحملات، الحملة الفرنسية بقيادة لويس التاسع. طبعا انا عندي كان في دورين اثنين في مواجهه الحمله، قام بهم نجم الدين، دور المشايخ والائمه والمساجد في تفسير الايات والاحاديث، هو مش عايز ده، هو عايز الدور الثاني، المقاهي والاجتماعات او المجتمعات الشعبيه، حيث كانت تمتلئ وتزخر بالاغاني والاناشيد الوطنيه، مما جعلت القلوب تلتهب حماسه، ومن ثم تطوع عدد كبير جدا في جيش نجم الدين، حتى رد حسام الدين امين القاهره، رد عدد كبير من الناس لعدم وجود السلاح او ما يحملهم عليه من الخيل والابل. ده بالنسبه عندي دور المقاهي في مواجهه حمله لويس التاسع. ماذا فعلت شجره الدر بالاخبار وبالاسرى؟ وما موقف المصريين منها؟ اخبار ايه واسرى ايه؟ طبعا هنا بيتكلم عن المعركه التي بعد وفاه نجم الدين، شجره الدر جعلت هناك فرقه اسمها فرقه الفدائيين. هذه الفرقه كل يوم، الفدائيين كانت وظيفتها ايه؟ كل يوم تسبح في بحر اشمون طناح، البحر اللي بيفصل ما بين دمياط وما بين المنصوره. كل يوم يسبح فرقه من الفدائيين مجموعه، فيذهبون الى من في دمياط؟ مين اللي محتل دمياط؟ لويس ومن معه. يذهب جماعه من الفرسان من الفدائيين التي وكلتهم شجره الدر او التي جازتهم شجره الدر وضعت الخطه، يذهبون الى دمياط فيقتلون عددا كبيرا من جيش لويس او ياسرون، ثم يذهبون بهذه الاخبار الى من؟ الى شجره الدر. شجره الدر ماذا كانت تفعل بهذه الاخبار؟ كانت تاخذ الاخبار وتنشرها في القاهره، بل الاسرى، هنا الاخبار تنشرها في القاهره، الاسرى كانت تطوف بهم شوارع القاهره
في الأسرة كانت تطوف بهم شوارع القاهرة، لماذا؟ حتى تحفز المصريين وتؤمنهم وتطمئنهم على ما يقوم به. موقف المصريين منها، ازداد المصريون ثقة وحماسا وتطوعوا في جيش نجم الدين بعدما مات نجم الدين دون علمه. ده بالنسبة عندي للقصة. طيب نيجي أجب عن سؤال واحد من السؤالين الآتيين. طبعا السؤال الامتحان هيجي لي زي السنة اللي فاتت تماما، لأن لسه ما جالناش أي نظام بيه، فأنا بنجاوب الأسئلة كلها. من موضوع فالق الحب والنوى، وأما النخلة السامقة فمن عناصر الأرض طعامها، ومن غيث السماء سقيا، تحمل في جوفها سر الحياة، لتطرحه كل عام عراجين مثقلة بثمارها حمراء أو صفراء كأنها عنقود اليقطين. السؤال الأول، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مضاد السامقة، النخلة السامقة، مضادها، عايز المضاد مش المعنى، المعنى يعني المرتفع، مضادها إيه؟ المرتفعة ولا المائلة ولا المنخفضة؟ مضادها المنخفضة. ركز، هو عايز المعنى ولا المضاد؟ ما تستعجلش. طيب تاني، مفرد عراجين، مفرد عراجين أي ما يحمل عناقيد، ما يحمل البلح، لو مفردها عرجون. مرادف مثقلة، معنى مثقلة، خفيفة، محملة، نقية، معنى مثقلة، محملة، ارجع للقطعة كده، مثقلة بثمارها أي بالتمر، بالبلح، التمر. أنا عندي مثقلة أي محملة. ده كان ألف، اختر. بتدلل على أن النخلة تتفجر من نواة التمر، النخلة التي تنفجر من نواة التمر تحمل في جوفها سر الحياة. إيه سر الحياة الموجود في النخلة؟ أنا عندي سر الحياة فيها هي ما تخرجه كل عام من عراجين مثقلة بثمارها. سر الحياة ما تطرحه كل عام عراجين مثقلة بثمارها حمراء أو صفراء اللي هو البلح. بما صور الكاتب عراجين التمر، الكاتب عندي صور عراجين التمر، عراجين التمر هذه عراجين مثقلة بثمارها حمراء أو صفراء، شبهها كأنها عناقيد الياقوت، ده في حالة اللون الأحمر، لو حمراء تشبه الياقوت، عناقيد الياقوت، أو اللون الأصفر تشبه الذهب، شبهها الكاتب بالذهب، ده بيدل على قيمتها وتقديره لها. ده بالنسبة للموضوع فالق الحب والنوى. اثنين، من موضوع الحمامة المطوقة، وأقبل الصياد فرحا مسرورا. طبعا هو المفروض إن أنا بجاوب عن سؤال واحد من الاثنين أو بجاوب عن الاثنين وبيديني هو الإجابة الأفضل أو التصحيح الدرجة الأعلى. وأقبل الصياد فرحا مسرورا، فجعلت كل حمامة تتلجلج في حبائلها وتلتمس الخلاص لنفسها، وقالت المطوقة: لا تخاذلن في المحاولة، ولا تكن نفس إحداكن أهم إليها من نفس صاحبتها، ولكن نتعاون جميعا. السؤال ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مرادف تتلجلج، يعني إيه تتلجلج؟ تتحرك، تقف، تثبت. تتلجلج يعني هنا المقصود بها تتلجلج في حبائلها، يعني تتحرك في حبائلها، أو في الكتاب كتبها لي بمعنى ترتبك، هي بمعنى تتحرك. مضاد الخلاص، مضاد الخلاص، مضاد مش المعنى، الخلاص معناها النجاة، مضادها الهلاك. مفرد حبائلها، اوعى تتلخبط، حبائل غير حبال، حبائل مفردها حبالة او احبولة، هنا عندي حبائل مفردها حبالة او احبولة، حبل حبل، لا هي عندي مفردها ايه؟ امال كلمة حبل هنا جمعها ايه؟ جمعها حبال. يبقى انا عندي مفرد حبائل حبال. ما الذي اوقع الحمام في الشبكة؟ ايه السبب اللي خلى الحمام يقع في الشبكة؟ هنا عندي الحمامة المطوقة ومن معها عميت عن الشبكة بعدما سقطنا على الحبل يلتقطنه فأمسكت بهن الشبكة. يبقى السبب في أن تمسك الشبكة بالحمائم هو أن الحمامة المطوقة ومن معها عميت عن الشبكة، أي لم ترى الشبكة، وسقطنا جميعا على الحبل يلتقطنه فأمسكت بهن الشبكة. بما استحقت المطوقة أن تكون سيدة الحمام، فأول الدرس خالص وصف للمطوقة دي بأنها سيدة الحمام. سيدة الحمام بما هنستنتج من الدرس عندي الخصائص بتاع الحمام المطوقة اللي عملته الحمام المطوقة، خصائصها إيه؟ في البداية أول حاجة عملتها لما نصحتهم بالنهي عن التخاذل وعدم اليأس، ده أول أمر، وألا وعدم الأنانية، ده الثاني، ألا تفكر كل واحدة في نفسها. يبقى أنا أول حاجة وجهتهم للأمر الصواب، ألا هناك يأس، ألا يكون هناك يأس، وألا يكون هناك أنانية فيما بينهم.
ونصحتهم بالتعاون. يبقى أول حاجة القيادة الحكيمة عند الشدة، ده أول أمر، أول صفة استحقت بها أن تكون قيادة أن تكون هي سيدة الحمام، هي القيادة الحكيمة لها عند الشدة. الأمر الثاني، حين قرض الفأر، حين أخذ الفأر يقرض العقد من عندها، نصحت الفأر أو طلبت من الفأر صديقها ألا يبدأ من عندها حتى لا يمل ويطرد باقي الحمام. أما إن بدأ من باقي الحمام فإن تعب وإن أصابه التعب لن أبدا يرضى أن تكون المتوقع حبيسة، سيظل يقرض حتى يطلقها. وبالتالي هنا عندي الصفة الثانية اللي هي الإيه؟ الإيثار. هكذا استحقت المتوقع أن تكون سيدة الحمام، حسن القيادة والتصرف عند الشدة بالنصيحة والنهي عن كل سوء، والأمر الآخر ألا وهو الإيثار. يعني إيه الإيثار؟ أنا عندي حب الغير وتفضيلهم على النفس، وتفضيلهم على النفس. أنا عندي ده معنى الإيثار اللي هي مضادها الأنانية، حب النفس. ده بالنسبة كده خلصنا القراءة. نيجي عندي على النصوص، هيجي لي نص إجباري وبعد كده نصين هختار منهم واحد. نبدأ بالنص الإجباري، يا إما الحديث يا إما القرآن يا إما نص رسالة إلى ابني، الثلاثة النفع، يا القرآن اللي هو بتاع سيدنا نوح سفينة نوح، يا إما الحديث الشريف يا إما رسالة إلى ابني. هنا جايب لي نص رسالة إلى ابني. إن من صميم الأخلاق الفاضلة أن يتطابق قولك وعملك في حدود الاستطاعة البشرية، وأن يتوازن عدلك ورحمتك، وأن يتعاون حقك وواجبك، وأن تتناسق حريتك وحرية الآخرين، وهكذا. تخير الإجابة الصحيحة. واحد، مرادف يتطابق، مرادف يعني يتوافق، يختلف، يتعارض. يتطابق قولك وعملك، هنا عندي ارجع في يتطابق قولك وعملك، يعني يتوافق قولك وعملك. مضاد الاستطاعة، مضاد الاستطاعة معناها القدرة، مضادها القدرة ولا العجز ولا القوة، هنا مضادها العجز، عايز المضاد. مفرد الأخلاق، الخليقة، الخلق، الخلاق أو الخلاق، هنا عندي لا، مفرد الأخلاق الخلق. أمال الخليقة دي جمعها إيه؟ جمعها الخلائق، جمع الخليقة الخلائق. طيب اشرح الفقرة السابقة بأسلوبك، هتفهمها وتعبر عنها بفهمك أنت، بأسلوبك أنت، بطريقتك أنت. تعال، إن من صميم الأخلاق الفاضلة، صميم بمعنى أساس، يبقى إن من أسس وأساس الأخلاق الطيبة الفاضلة الحسنة، أنا عندي تفهم المعنى، أن يتطابق قولك وعملك، أن يتوافق القول مع العمل، أي قولك يكون هو أو يتمثل في عملك. يبقى أنا عندي إن من أساس وصميم الأخلاق الطيبة الفاضلة أن يتطابق القول مع العمل، أن يكون القول مطابق للعمل في حدود الاستطاعة البشرية، أي بقدر الإنسان بقدر استطاعته، وأن يتوازن عدلك ورحمتك. التوازن هنا يعني المعادلة، معادلة ما بين العدل أي لا تبرر نفسك خطأ، وبين الرحمة، أمور أعجز عن فعلها فلا تعاقب نفسك عليه، وأن يتوازن عدلك وعملك، وأن يتعاون، أن يكون هناك موازنة فيما بين الحق وما بين الأمور الذي لا يجب لا أستطيع فعلها، أي الرحمة. وأن يتعاون الحق والواجب، أن نؤدي ما علي ومن ثم يأتي مالي. وأن تتناسق حريتك مع حرية الآخرين، أي تراعي حريتك، أي تنالها بشرط ألا تؤذي حرية الآخرين. هنا المفهوم أو الشرح. ما الجمال في قول الشاعر، في قول الكاتب وليس شاعرا، يتوازن عدلك ورحمتك؟ إيه الجمال فيها؟ يتوازن. لما يجي يقول لي ايه الجمال عشان ما تبقاش رخم علينا، اول حاجه شوف فيها خيال، الامر ده حقيقي ولا خيالي؟ طيب لو ما لقيتش خيال دور في دلاله، تعبير ده بيدل على حاجه، لو ما لقيتش خيال، طب لو تعبير يدل على القوه، التعاون، الموده، المحبه، هنا عندي. طب ما لقيتش دلاله، دور على الاسلوب، اسلوب امر، اسلوب نهي، اسلوب مؤكد بان، او نهي او تضاد او طباق او مقابله او ترادف. نرجع هنا، ما الجمال في قول الكاتب؟ هاخدها واحدة واحدة. يتوازن عدلك ورحمته، هو العدل والرحمة ممكن أن نتوازن، ممكن أوزنهم كده أعدلهم ببعض، ده أمر خيال. يبقى هنا شبه العدل والرحمة كأنهما أمور مادية يمكن موازنتهما، أي أعدل بينهم كده، أساوي بينهم هنا. أو فيها دلالة برضو، تعبير يدل على أهمية التعاون فيما بين العدل أو الموازنة فيما بين العدل والرحمة، يبقى ليها اثنين هنا، ممكن لو قلت أي واحدة فيهم صح. تعبير يدل على، في تعبير جميل، حيث شبه العدل والرحمة بشيء مادي يمكن موازنته ومعادلته، أو تعبير يدل على ضرورة وأهمية التوازن فيما بين العدل والرحمة. أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ يتعاون حقك وواجبك، أم اجمع بين الحق والواجب؟ لا، أنا عندي يتعاون حق وواجبك،
هنا عندي كلمة يتعاون حقك وواجبك، ليه أجمل؟ لأن هنا معنى يتعاون حقك وواجبك أن تفكر في ما لك بشرط أن تؤدي ما عليك. يبقى هنا شرط الحق اللي أنت تاخده أن تؤدي عليه. أما أن تجمع بين الحق والواجب قد لا تؤدي ما عليك لكن تطلب ما لك. يبقى هنا عندي يتعاون حقك وواجبك، تعبير جميل حيث يدل على ضرورة تأدية الواجب ومن ثم تنال الحق. هنا اجمع بين الحق والواجب لا يدل على ضرورة تأدية الواجب أي ما عليك. يبقى الأول يتعاون حقك وواجبك لأنها تدل على ضرورة أداء الواجب. ده بالنسبة عندنا للنص الإجباري. نيجي عندنا من نص وادي الكنانة، السؤال التاسع. دعت مصر فلبينا كراما ومصر لنا فلا ندع الزمام. بداية أما يجيب لي أي نص لازم أقرأ النص الأول، ما تستعجلش بالإجابة. دعت مصر فلبينا كراما ومصر لنا فلا ندع الزمام، قياما تحت رايتها قياما، أمامكم العلا فامضوا أمام، هناك المجد يدعوكم فهبوا وليس يروعكم في المجد خطبوا. نيجي عندي، هات في جمل من تعبيرك مرادف كرام. ارجع بقى، كرام هنا دعت مصر فلبينا كراما، عشان كده قلت لك اقرأ الأبيات. كراما هنا بمعنى عظماء أعزاء، مش بمعنى كريم معطاء اللي هي مطبخي، لا هنا عندي كراما عظماء أو عظام. هنا أن المصريون عظماء لو حطها في جملة. مضاد لبينا، دعت مصر فلبينا، لبينا معناها أجبنا، مضادها رفضنا، رفضنا الانقسام. هنا عندي مضاد لبينا رفضنا. جمع زمام، جمع زمام، الزمام هي بالألف واللام يبقى الأزمة. جمع الزمام والزمام معناه اللجام، بس المراد به هنا أمر القيادة. يعني إيه أمر القيادة؟ يعني قيادة مصر، قيادة بلدنا، من يقود ويتقدم لبلدنا. أنا عندي جمع الزمام الأزمة، أنا عندي لابد من أن تكون الأزمة في يد قوة عاقلة. هذه الجملة بتاعتي. إلى ما يدعو الشاعر في الأبيات السابقة، نرجع للأبيات كده. إلى ما يدعو الشاعر في الأبيات، دعت مصر فلبينا كرامة ومصر لنا فلا ندع الزمام قياما. يبقى أول طلب هنا مصر لنا ملك لنا لا ندع الزمام، أي أمور القيادة وأمر قيادة مصر لابد أن يكون من المصريين. ثم يقول قياما تحت رايتها قياما، يطلب من المصريين النهوض بمصر. أمامكم العلا فامضوا أمام، يدعو الشاعر إلى السمو والرقي بمصر، إلى المجد والعلا. هناك المجد يدعوكم، المجد يدعوكم أي يناديكم، وكأن المجد يعرف المصريين فيناديهم. فالشاعر بيحفز المصريين أو يحفز المصريين على الوصول إلى المجد أو السعي إلى المجد دون أن يخافوا من أي خطب. يعني خطب؟ خطب هنا يعني مصيبة أو شدة، وجمعها خطوب، كلمة صعبة في المعنى شوية، جمعها إيه؟ خطوب. ونكر للتقليل والتحقير، أي لا تخافوا من أي مشكلة مهما عظمت فهي قليلة حقيرة أمام عزمكم وأمام قوتكم. يبقى هنا يدعو الشاعر إلى النهوض والتقدم والسمو والرقي بمصر. ما الجمال في قول الشاعر دعت مصر؟ نرجع تاني، الجمال أنا قلت فيها خيال، فيها دلالة، فيها أسلوب. دعت مصر، مصر بتدعو، أمر خيالي. يبقى هنا شبه مصر بإنسان أو بأم تنادي أبنائها. ولو قلنا تنادي ليه؟ لينهضوا ويتقدموا، ويتقدموا به. دعت مصر تعبير جميل حيث شبه الشاعر مصر بأم تنادي أبنائها. ماذا أفاد تنكير كلمة كرامة؟ النكرة لها ثلاث مواضع. أي كلمة نكرة لها ثلاثة غالبا. عندي ممكن تكون نكرة لو بيمدح يبقى فيها تعظيم، لو في ذم أو تقليل زي كلمة خطب هنا نكرة تفيد التقليل والتحقير، لو ما حددتش بها أي حاجة معينة يبقى نكرة تفيد العموم والشمول. دعت مصر فلبينا كراما، كراما دي محددة وفيها مدح، يبقى نكرة تفيد كراما اللي هم المصريين، فيها مدح يبقى دي نكرة تفيد التعظيم، يبقى تنكر كلمة كراما إن للتعظيم. ده بالنسبة عندي للسؤال التاسع. نيجي عندي من نص خلال كريمة، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. حلو، نرجع بقى كلمة ربه. يعني إيه ربه؟ اوعى تغلط فيها وتفكر ان هي معناها الإله. ربه يعني رب العلم، رب العلم يعني صاحبه، ربه هنا بمعنى صاحبه، صاحب العلم. مضاد الإخفاق كان مطية الإخفاق، الإخفاق معناها الفشل، مضادها النجاح. جمع مطية ليها جمعين اثنين، مطية ومطايا.
ارجع بقى كده معايا، يعني ايه مطيه؟ كان مطيه الاخفاء، مطيه يعني وسيله او ركوبه زي الدابه. هنا والعلم ان لم تكتنفوا شمائل انتوا عليه كان مطيه الاخفاق، من الجموع الصعبه دي. طيب اشرح الابيات شرحا وافيا، يعني شرحا وافيا، اشرح وعبر عن المعاني برضه باسلوبك. نرجع نفهم هذا، المال ان لم تدخره، تدخره يعني توفره، احفظه محصنا بالعلم. ايه اللي بيحميه؟ العلم. محصنا يعني محميا بالعلم. كان نهايه الاملاق، الاملاق يعني الافلاس. يبقى انا لما اجي اشرح البيت ده اقول المال ان لم يحفظ ويوفر محميا عن طريق العلم سيكون نهايته هو الافلاس. طب ده البيت الاول. البيت الثاني افهم معنى العلم ان لم تكتنفه شمائل. تكتنف يعني تحتوي وتضم. شمائل اخلاق ومفردها ما تنساش كده شمال. شمائل يعني اخلاق. والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه اي ترفعه تسمو به كان مطية قلنا وسيلة، الإخفاق يعني الفشل. بمعنى أما أجي أشرح كده، العلم إن لم تحتويه وتضمه وتصونه وتحفظه أخلاق ترفعه وتحميه وتصونه كان هذا العلم ما هو إلا وسيلة نحو الفشل. إذن العلم بدون أخلاق ما هو إلا للفشل. آخر بيت، لا تحسبن العلم ينفع وحده. يحذر وينصح الشاعر بألا يظن أحد أن العلم بمفرده. يعني بمفرده؟ أي لابد وأن يكون معه علم مصاحب للأخلاق. العلم لابد وأن تصاحبه الأخلاق، ده معنى وحده، أي لابد وأن يكون معه الأخلاق. لا تحسبن العلم ينفع، إياك أن تظن أن العلم بمفرده ينفع، ما لم يتوج ربه بخلاق، ما لم يزين صاحبه أي صاحب العلم بخلاق أي بأخلاق. إذا لابد من الأخلاق والعلم أيضا، مش بس الأخلاق بس كمان، ده لازم الأخلاق ومعها العلم. لا تحسبن العلم ينفع وحده. ممكن يجي سؤال يقول لي لا تحسب ولا لا تحسبن افضل؟ لا، لا تحسبن، لان النون اللي عندي دي نون، نون توكيد، فبالتالي يبقى دلالتها في المعنى اقوى. ولما اجي اعرف تحسبن، انا عندي الله هنا لا ناهية، اداه نهي، يعني ده جزم، لا دي نون توكيد بتخلي لي الفعل المضارع مبني على الفتح، عشان لو جابها لي افضل. نون النسوه ونون التوكيد، الحالتين دول بيخلوا الفعل المضارع مبني، مبني يا اما نون نسوه مبني على السكون، يا اما نون توكيد زي دي مبني على الفتح. ما الجمال في قول الشاعر؟ كان مطيه الاخفاق، كان مطيه الاخفاق، كان اللي هو مين؟ اللي هو العلم. ايه ده؟ نرجع تاني، انا قلت الجمال هتحدده يا اما خيال يا اما دلاله، هتسهل عليك جدا في مواطن الجمال عشان بتعقدنا كلنا، يا اما خيال يا اما دلاله يا اما اسلوب. نرجع معايا كده، كان مطية الإخفاق، العلم مطية للفشل، هو العلم وسيلة أو ركوبة نحو الفشل، هلاقيها أمر خيال، يبقى شبه العلم بدون أخلاق بوسيلة نحو الفشل، شبه العلم، شبه العلم دون أخلاق بوسيلة نحو الفشل، كأنه ركوبة للفشل. والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الاخفاق، كان مطية الاخفاق. وماذا افاد تنكير كلمه شمائل؟ تكتنفه شمائل. هنا عندي شمائل، اي شمائل اطلقها عامه كده ما حددش، لا ده محدد شمائل تعليه، لازم تكون اخلاق طيبه حميد، يبقى كده محدد، يبقى ما اقدرش اقول عليها عموم وشمول. بيمدح ولا بيذم؟ هنا عندي شمائل تعليه، اكيد ده مدح، يبقى هنا نكره تفيد التعظيم. نكره عندي تفيد التعظيم. طيب ده بالنسبه كده للنصوص. نيجي في اخر حاجه في الامتحان النحو، نقرا القطعه كويس ونبدا نجاوب على سؤال سؤال. بالنسبه عندي كان، القطعه كان قليل المال ومع ذلك كان قنوعا معطاء للفقراء والمحتاجين، وكان بصيرا بعواقب الامور فطنا لما ينبغي عمله، اهتم بتعليم ابنائه حتى بلغوا الوظائف المرموقه، وبقى مع ذلك متواضعا فعالا للخير، لذلك كان اعظم اهل قريته. نرجع كده للقطعة، عايز الإعراب. أول حاجة تعملها في الإعراب، أول ما أقول لي إعرب الإعراب، أول خطوة تعملها عشان ما نتلخبطش كده، أول حاجة نعملها تحديد الكلمة. يعني إيه تحديد الكلمة؟ حدد الكلمة اللي عندك، الكلمة اللي هو شد تحتها خط، يعني إيه حددتها زي ما قلنا عندي الكلمة اللي عندي دي هي اسم ولا فعل؟ لو فعل يبقى هي كده سهل عليا كتير، لأن أنا خلاص قلت فعل، فعل ماض، فعل امر، فعل مضارع، وكده يبقى سهل عليا كتير جدا واخدت نص درجه الاعراب. انما لو اسم تبقى صعبه شويه. طب هي لو اسم
اول حاجه افكر فيها عندي الكلمه اللي عندك دي تنفع مضاف اليه ولا لا. يعني ايه مضاف اليه؟ يعني الكلمه نفسها معرفه واللي قبل منها نكره، او اللي بتيجي بعد كله وبعضه وجميع. الكلمه دي الكلمه نفسها معرفه واللي قبل منها نكره، لو هي معرفه يبقى على طول كده مضاف اليه، مفيش بعد الفعل مضاف اليه. طيب وليكن الكلمه اللي عندي مش ما تنفعش مضاف اليه، الكلمه اللي انا عايز اعرفها تفكر في الحل الثاني. ايه الحل الثاني؟ الكلمه اللي عندك دي تنفع تكون نعت ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني اسم نكره بعده نكره، او اسم معرفه بعده معرفه. الاثنين الاخرين دول هلاقي فيهم، لو لقيت فيهم وصف الشرط لازم يكون في وصف، مش اي نكره بعدها نكره او اي معرفه بعدها معرفه يبقى نعت، لازم يكون في وصف. لو في وصف يبقى ده كده نعت. يعني مثلا بقول جاء طالب مجتهد، مجتهد هنا عندي طالب نكره، مجتهد نكره، في وصف؟ ايوه في وصف، يبقى كده نعت. طبعا ده مسمى منعوت يعرف حسب موقعه في الجمله. هرجع تاني طبق لي اللي انا قلته ده على كلمه طالب. طالب اسم ولا فعل؟ لقيتها اسم. نكره ولا معرفه؟ دي نكره وقبل منها فعل، ايه ما تنفعش مضاف اليه. حلو، طب تنفع نعت؟ قلنا لا ما تنفعش نعت لان قبل منها فعل. طيب طب اعرفها ايه؟ هتجيب بقى الخطوه الثالثه والاخيره عندي، هتجيب اقرب فعل قبل الكلمه، هتجيب الفعل اللي اقرب فعل قبل الكلمه، وما ينفعش تعدي فعل توصل. يعني لو في جاء ما ينفعش توصل للي بعده وهو ده موجود، لازم تجيب ده اللي يتحكم فيها الاول. اقرب فعل، والفعل ده عندي هتروح ساله سؤالين اثنين اساسيين، من وبعد كده ماذا. طبعا من بتديني الفاعل وماذا بتديني المفعول. اقدر جاء قبل منها فعل، هذه الفعل اساله من جاء طالب، يبقى طالب هنا بقت اعرفها ايه؟ فاعل. واسال بده الاول قبل ده، لازم اسال بمن الاول. الاجابه اللي تطلع كانت عاقل غير عاقل هي فاعل، مش شرط الفعل يكون عاقل. وبعد كده اسال بماذا، كانت الاجابه برضو عاقل غير عاقل، بس بعد ما اسال بمن يبقى مفعول، مفعول به. تعالوا نطبق كده على القطعه اللي عندي. كان قليل المال ومع ذلك كان قنوعا. مين اللي كان؟ هو بيتكلم عن شخص غير معلوم. هنا عندي كان قليل المال، كان هو قليل المال ومع ذلك كان قنوعا. قنوع اسم ولا فعل؟ لقيت كلمة قنوع اسم. نكرة ولا معرفة؟ نكرة. تنفع مضاف إليه؟ ده قبل منها كان، قبل منها فعل، ومش أي فعل، ده كمان فعل إيه؟ فعل ناسخ. هنا عندي ده فعل ناسخ. هنا عندي تمام، هنا عندي تاني كلمة قنوعا، قنوع، قنوعا هنا دي اسم واسم نكرة، بس مش هتنفع مضاف إليه لأن قبل منها فعل، وكمان مش هتنفع نعت لأن برضه قبل منها فعل. هجيب الفعل اللي قبلها ده، ده قبل منها فعل، ده كان. يعني إيه كان؟ فعل ناسخ، برضه إيه المشكلة؟ ما هو فعل ناسخ ده مفيش معاه فاعل ومعاه مفعول، معاه اسم ومعاه خبر. مين اللي كان؟ هو اللي هو الشخص اللي بيتكلم عنه. ماذا كان أو كيف كان؟ قنوعا، يبقى قنوعا هنا دي خبر، كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن مفرد. كان قنوعا معطاء للفقراء والمحتاجين، وكان بصيرا بعواقب الامور. عايز اعرف كلمه الامور اسم ولا فعل؟ لقيتها اسم. نكره ولا معرفه؟ معرفه. طب ابص على اللي قبلها، عواقب، عواقب اسم، نكره، ودي معرفه، يبقى على طول من غير ما افكر كده زي ما قلنا مضاف اليه، والمضاف اليه طبيعته مجرور وعلامه جره الكسر. فطنا لما ينبغي عمله، اهتم بتعليم ابنائه حتى بلغوا. بلغوا اسم ولا فعل؟ هنا عندي بلغوا، كلمة بلغوا اسم ولا فعل؟ فعل، فعل ماضي. ركز معايا هنا في الشرح ده، هنا عندي الفعل الماضي لما اجي اعربه اعرابه بيبقى ايه؟ اعرابه سهل جدا. هنا عندي فعل، اي فعل؟ ماض مبني على، وتقف تشوف النطق بتاعه ايه؟ يعني النطق بتاعه ايه؟ انا عندي كلمة بلغوا، ادي الفعل، تعال رجع لي الفعل من غير ضمير، ما فيهوش اي ضمير خالص، الرجل او الطالب بلغ، اخر حرف ايه؟ غين. ارجع بقى الغين هنا، شوف الحركه بتاعتها ايه؟ ضمه، فتحه، سكون، ويبقى مبني عليه. بلغوا، الغين عليها ايه؟ بلغوا، يبقى الغين عليها ضم، يبقى ده فعل ماضي مبني على الضم. غيره، تعال
قرأت. هنا عندي مش ده فعل ماضي؟ ايوه، رجعه لي كده من غير اي ضمير ومن غير اي حاجه. قرأ اخر حرف فيه الهمزه. الهمزه هنا انا بجيبها ليه؟ عشان اخدها قرأ، لا فتح ما تقرأش كده، انا عايزها في قلب الفعل نفسه. قرأت، قرأت، الهمزه عليها ايه؟ سكون. يبقى كده ده فعل، بقول عليه كده فعل ماض مبني على السكون. غيره. طيب مثال تاني، اما اقول هنا ايه؟ أكرمك المعلم. أكرمك هنا عندي أكرم، أصل الفعل من غير ضمير أكرم. هنا عندي ده ميم، آخر حاجة أصل في أكرم، ما الميم عليها أكرمك، مك أكرمك، بنطق الميم عليها فتحة، يبقى ده فعل ماض مبني على الفتح. ده بالنسبة عندي للفعل الماضي وطريقة إعرابه. نرجع بقى للقطعة التالتة. هنا عندي بلغوا، زي ما قلنا كده بلغوا الغين عليها ضمه، يبقى ده فعل ماض مبني على الفتح، مبني اسف على الضم، بلغوا الغين عليها ضم. بلغوا الوظائف المرموقه، الوظائف معرفه والمرموقه برضه معرفه، يعني كده هنا عندي الوظائف معرفه والمرموقه معرفه. في وصف المرموقه بتصف الوظائف؟ ايوه في وصف، يبقى كلمه المرموقه هنا نعت. عشان اعرف النعت لازم اعرف الوظائف. الوظائف اسم ولا فعل؟ لقيتها اسم. ناكرة ولا معرفة؟ لا دي معرفة، وفي قبل منها فعل، يبقى مش هتنفع مضاف إليه، تنفع نعت برضه لا. بلغوا، مين اللي بلغوا؟ هم اللي هي الواو، بقت دي فاعل. ماذا بلغوا؟ الوظائف، يبقى الوظائف هنا بقت إعرابها مفعول به منصوب. أنا اللي يهمني الحالة دي بس عشان أديها للنعت، يبقى النعت اللي عندي نعت منصوب، وهرجع لكلمة المرموقة هلاقيها مفرد، يبقى منصوب علامة نصبها الفتحة. ده منصوب علامة نصبها الفتحة. وبقى مع ذلك متواضعا. كده احنا خلصنا من الاعراب، طريقه الاعراب زي ما قلنا نثبتها كده ما يبقاش فيها اي مشكله ان شاء الله. طيب نيجي للاستخراج، عايز اسم فاعل واذكر فعله، نحدد لي اسم فاعل ثلاثي ولا غير ثلاثي، ساب لي كده بمزاجي. يبقى انا ابدا ادور الاول على الثلاثي، اسم فاعل ثلاثي يبقى اسم على وزن فاعل، اسم فاعل ثلاثي يبقى انا هدور على الاسم اللي على وزن فاعل. طب لو كان غير ثلاثي، لو انا ادور على غير ثلاثي هبدا ادور على الاسم اللي بيبدا بميم مضمومه، بشرط سواء كان فاعل او ميم مضمومه هعرفه قام بالفعل، اللي هي احنا بنقول عليها مكسور ما قبل الاخر. انا لازم افهمه من المعنى، لان مش دايما، مش كل اسم فاعل يدل على، مش كل اسم فاعل يكون مكسور ما قبل الاخر، في حاجات كتير جدا بتبقى غير مكسوره. بفهمها ازاي؟ بفهمها بتبقى ميم مضمومه وقام بالفعل. تعالوا ندور كده، كان قليل المال، مفيش حاجه على وزن فاعل، ومع ذلك كان قنوعا، برضه ما فيش على وزن فاعل، معطاء للفقراء والمحتاجين، ما فيش على وزن فاعل، وكان بصيرا بعواقب الامور، فطنا لما ينبغي عمله، اهتم بتعليم ابنائه حتى بلغوا الوظائف المرموقه، وبقي مع ذلك متواضعا فعلا للخير، ولذلك كان اعظم اهل قريته. ما فيش حاجه على وزن فاعل، يبقى ابدا ادور بميم مضمومه، فين الميم المضمومه اللي قابلتني؟ كلمه المحتاجين. محتاجين، طبعا انا ماليش دعوه بالالف واللام، محتاجين ولا الياء والنون، طلعها لي بره كده من غير اي حاجه. ميم مضمومه، طب دي مفتوح ما قبل الاخر، بس مين اللي محتاج؟ المحتاجين هم اللي قاموا بالفعل، هم اللي احتاجوا، قام بالفعل، يبقى كده محتاجين، يبقى فعلا كده ده اسم فاعل غير ثلاثي. في غيره؟ ايوه في غيره، متواضعا، هو الشخص نفسه اللي متواضع، ميم مضمومه مكسور ما قبل الاخر، يبقى انا عندي متواضعا الفعل بتاعها تواضع، ومحتاجين الفعل بتاعها احتاج. طب انا لما استخرجها يا مستر هستخرجها محتاجين ولا محتاج؟ استخرجها زي ما هي موجوده عندك في القطعه، يبقى انا عندي اسم الفاعل هيبقى كلمه محتاجين والفعل بتاعها احتاج، او متواضعا والفعل بتاعها تواضع. طيب ده بالنسبه عندي الاسم الفاعل زي ما قلنا بنجيبه ازاي، من الثلاثي ومن غير الثلاثي. ندور على صيغه المبالغه، صيغه المبالغه دي متعبه مع انها سهله جدا، متعبه في اني اوزانها كتير. فعال، فعول، فعيل، فعل، اربع اوزان، فعال، فعول، فعيل، فعل، اربع اوزان دول ثلاثي، يعني الفعل بتاعهم ثلاث حروف. طيب في غير ثلاثي في وزن كمان، مفعال، لو لقيت مفعال الفعل بتاعها غير ثلاثي دايما بيبدا بهمزه، افعل. تعالوا كده، كان قليل، قليل على وزن فعيل، اذا دي من صيغه المبالغه، ادي قليل وزنها، يبقى انا عندي اول واحده قليل على وزن فعيل،
كان قنوعا، قنوع على وزن فعول، بس هي فيها تنوين يبقى على وزن فعولا، معطاء للفقراء والمحتاجين، مفيش هنا، بصيرا على وزن فعيلا. ودايما صيغه المبالغه واسم الفاعل الاثنين بيدلوا على الشخص اللي قام بالفعل، قنوع قليل بصير، انا عندي قنوع قنع بصير بصره، قليل قله هو كان قليل المال، فطن فطنا حذر نشط يقظ، اربع كلمات دايما كده كنا بناخدهم نحفظهم، حذر فطن نشط يقظ، اربع كلمات دايما على وزن فاعل، الصيغه دي رخمه شويه، اربع كلمات على وزن فاعل، فطنا لما ينبغي عمله، اهتم بتعليم ابنائه، ما فيش فيها اي حاجه، حتى بلغوا الوظائف، بلغوا فعلوا، انا عندي ماليش دعوه ده فعل اصلا ما قربش منها تماما، الوظائف المرموقه، وبقي مع ذلك متواضعا فعالا على وزن فعال، ودل على شخص اللي قام بالفعل، فدي كده صيغه مبالغه، ولذلك كان اعظم اهل قريته. احنا خلصنا صيغ المبالغه، اجيب منهم اي واحده واجيبها، يبقى بصيرا مثلا على وزن فعيلا، قنوعا على وزن فعولا، وتجيبها الوزن زي ما هي موجوده، فطنا بالتنوين، يبقى الوزن بالتنوين برضه فعلا. تمام. نيجي عند اسم المفعول. اسم المفعول عشان اجيب اسم المفعول، اسم المفعول زي اسم الفاعل، يعني ايه؟ ليه طريقه مباشره اللي هو من الثلاثي، بجيبه مباشره على وزن مفعول. طيب من غير الثلاثي، ميم مضمومه ومفتوح ما قبل الاخر، هعرفهم ازاي؟ الاثنين بيبقى وقع عليه الفعل، سواء ميم مضمومه او على وزن مفعول. هبدا ادور الاول، هو ما حدد ليش ولا ثلاثي ولا غير ثلاثي، قال لي بس اذكر فعل مضمون، هبدا ادور على وزن مفعول. كان قليل الماء ومع ذلك كان قنوعا معطاء للفقراء والمحتاجين، وكان بصيرا بعواقب الامور، فطنا لما ينبغي عمله، ما فيش على وزن مفعول قابلتني، بلغوا الوظائف المرموقه، شيل الالف واللام مرموقه، والتاء المربوطه بقت مرموق على وزن مفعول، يبقى فعلا كده دي كده كلمه المرموقه اسم مفعول، ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ هي جايه مباشره على وزن مفعول، تبقى ثلاثي على طول. اسم مفعول ثلاثي، الفعل بتاعها ايه؟ انا بقول واذكر فعله مضبوطا بالشكل، اسم المفعول دايما فعله مبني للمجهول، يعني مبني للمجهول؟ يعني انت هتجيب الفعل، الفعل من مرموق رمق، ضم الاول واكسر اللي قبل الاخر، رمق، ده كده بنيته للمجهول يعني ملوش فعل. نيجي عند اسم تفضيل وزنه، اسم تفضيل اسم على وزن افعل، متعودين دايما اسم التفضيل، نيجي كده، انا عند اسم التفضيل على وزن التفضيل افعل، طب لو ما لقيتش افعل يبقى ادور على المؤنث بتاعه، فعلى زي اكبر، ما لقيتش اكبر كبرى افضل فضلة اعظم عظمى اعلى عليا وهكذا، نبدا ندور هنا على كلمه اعظم على وزن افعل، ده اسم تفضيل والوزن بتاعه زي ما قلنا دلوقتي افعل. ده بالنسبه عندي لسؤال، لسؤال الاستخراج، نيجي عندي اجب بما هو مطلوب، جيم هات من الفعل اجتمع اسم زمان، اولا عندي اجتمع ده ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ اجتمع ده فعل غير ثلاثي، يبقى لما اجيب منه اسم الزمان واسم المكان بجيبه زي اسم المفعول، يعني ميم مضمومه ومفتوح ما قبل الاخر، هجيب المضارع، المضارع من اجتمع يجتمع، واروح قلب حرف المضارعه ميم مضمومه مجتمع، انا عايزها اسم زمان، حط قبل منها اي كلمه بتدل على الزمان، يعني مثلا هقول كده المساء مجتمع العمال، كده بقت كلمه مجتمع هنا اسم زمان، سياق الجمله حددها لي ان هي اسم زمان، مش زمان، لا اسم زمان، اسم زمان يعني اسم فعل، اسم يدل على زمان حدوث الفعل او الزمن اللي اتحدث فيه الفعل. القراءه تفتح باب المعرفه، استبدل الفعل، فين الفعل؟ كلمه تفتح باسم آلة، اسم آلة رجع الفعل فتحة، يبقى اسم الآلة من تفتح مفتاح، يبقى القراءة طبعا هو جايب لي فعل وبيقول لي اسم آلة، يبقى كده اسم آلة قياسي لأن ليه فعل، القراءة مفتاح باب المعرفة. كده أنا خليت الفعل اسم آلة اللي هو كلمة مفتاح، ومفتاح على وزن مفعال، وغير ما يحتاج إلى التغيير، احنا قلنا تغيير الفعل إلى وزن مفعال. صوب الخطأ فيما تحت وخط فيما يلي. أيها المصريين، كلمة المصريين خطأ، دي حاجة من الترم الأول. أيها وأيتها، الاتنين كده ساعة ما أشوفهم في أي مكان على طول تعربهم منادى.
مبني على الضم، منادى مبني على الضم، دايما دايما في محل نصب. الاسم اللي بعدهم زي كلمة المصريين اعرابه دايما ثابت كده ما بتغيرش، نعت مرفوع. طب ازاي نعت مرفوع هو المصريين؟ ما هو ده الغلط، يبقى المصريون ده التصويب، التصويب بتاعها لان مرفوع علامه رفعه الواو. اكشف في المعجم عن كلمة المرموقة. بالنسبة للكشف في المعجم اللي عامل لنا عقدة أو صعب شوية عشان المفروض كنا خدناه السنة اللي فاتت والظروف اللي حصلت ما خدناهوش. أجيب إزاي أكشف في المعجم؟ هتجيب من الكلمة اللي عندك هتجيب الفعل الماضي. وليكن سيب من الكلمة اللي عندك كلمة الاجتماع. الفعل الماضي منها إيه؟ اجتمع. بعد ما أجيب الفعل الماضي خليه ثلاث حروف بس ثلاثي. طب انا احذف منه ايه؟ ما انت عندك اجتمع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أي فعل بيبدأ بالألف والتاء شيل الألف والتاء. هنا عندي وثالث حرف تاء بقت أصلها إيه؟ جمعة، أدي جمعة، يبقى أنا هكشف عنها في مادة جمعة. طيب أحياناً بيبقى في الكلمة حرف علة زي كلمة الصيام. هجيب منها الفعل الماضي، الفعل الماضي صام، هو ثلاثة جاهز جاي لك جاهز. ينفع أكشف عنها في مادة صام؟ لا، ليه؟ لأن الألف مش من حروف الكشف المعجم، مش هتلاقيه. الالف ده لازم ترجعه لاصله، يا واو يا ياء. ازاي؟ بالمضارع، المضارع من صام يصوم، او بالمفعول المطلق صام صوما. في الحالتين اتحول لايه؟ لواو. تشيل الالف وتحط واو يبقى نكشف عنها في ماده صوم. طيب تاني غيرها او فاضل حاجه كمان، الاهتمام. الفعل منها هجيبه كده اهتم، الف وتاء هشيلها يتبقى هم. ما ينفعش يبقى في شده في الكشف في المعجم، تروح شايلها كده وحاطط حرف بدل زي اللي عليه بالظبط همم. يبقى انا عندي ده بالنسبه للكشف في المعجم. اكشف في المعجم عن كلمه المرموقه، اجيب منها الفعل رمق، هو ثلاثه ولا في الف ولا في شده، يبقى على طول هنا اكشف عنها في ماده رمقه. ولو عايز تكمل تقول له باب الاول اللي هو الراء، فصل الثاني اللي هو الميم، ثم الحرف الاخير القاف، وهكذا. ده بالنسبه عندي اول امتحان حفظه القاهره. ان شاء الله بامر الله لنكمل باقي الامتحانات في الايام اللي جايه بامر الله.